في الجيوب الأنفية، التبخير لازم تكون مرة مرتين في اليوم. الشغلة المهمة كمان يا جماعة الخير، المخدة اللي بننام عليها، المخدة اللي بننام عليها، أي واحد بده ينام ها تقطسوا الموضوع هذا. النوم 8 ساعات، والنوم مهم جدا خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل وآلام على أساس إعادة البناء ويرجع يقوي الأعضاء ويفرز هالهرمونات. فالمخدة لازم تكون أول شيء من شغلة طبيعية، يا صوف أفضل شيء صوف، مخدة صوف. الغطاء اللي على المخدة هذا لازم ينغسل مرة مرتين في الأسبوع أقل شيء. هذا الغطاء أنتوا بتحطوا بشرتكم عليه أثناء فترة الليل، يعني ما تقولوا لي حب شباب يا دكتور على منطقة واحدة والمنطقة الثانية لا، لأنه حضرتك بجوزي بتنامي على المنطقة هذه وهي اللي بتكون ملامسة للمخدة، والمخدة وسخة وفيها بكتيريا أو مواد بتعطيك حساسية، وانت مش عارف ليش هاي الجهة فيها حبوب وهاي الجهة ما فيها، لأن بنام على الجهة اليمين. فلازم تتشمس المخدات هذه، لازم نحافظ على الأساسيات، وبناخذ بعين الاعتبار طبعا الفرش اللي بدها تكون مش هزازة ولا صلبة ولا أنام على الأرض، فرشة قوية صلبة يعني ما تهفت، هذه مريحة للعمود الفقري وللرقبة. أنا بدي أريح الرقبة أثناء النوم، مخدة كويسة وفرشة كويسة. الرقبة هحكي لكم عليها موضوع خاص هذا بعدين بجوز اليوم، بس الرقبة بجوز أول شغلة بتاخدوها في اعتبار إذا بدكم تحكوا عن مسببات الأمراض كلها اللي عنا، منطقة الرقبة باعتبارها واصل رئيسي بين الدماغ وبين الجسم كله، وتأثيراتها بتكون على الأعصاب، وهي أهم شيء. وأهم شيء إذا أثرت على العصب الحائر اللي هذا حنحكي لكم عليه بعدين، غير التأثير على مجرى الدورة الدموية، وغير التأثير على كمية الدم اللي هتخرج من الوريد ومن النخاع الشوكي، هذه اللي بتعمل غسيل للدماغ وبتشيل هالسوائل. هذا المؤثر الوحيد اللي بيأثر على هاي الأمور كلها وضعية الرقبة. وضعية الرقبة بيحدد كتير شغلات صحية في جسمكم، هنحكي عنها في المحاضرة واللقاء الجاي إن شاء الله. لأي واحد بيعاني من أي مشكلة إن شاء الله مسمار عظم، مهم يشوف المحاضرة هذه عن العصب الحائر. تحياتي لكم، الدكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل. سلامات.